على غير المعتاد قضى الأطفال جزءا كبيرا من إجازاتهم الصيفية في المنزل بعدما اعتادوا كل عام على قضائها بين الأندية والمراكز الصيفية التي توفر لهم الترفيه الذي يحتاجونه إلى جانب الكثير من المعرفة. هذا العام حاول بعض الأهالي تعويض الأطفال عن غياب النوادي ببعض الأنشطة الترفيهية والتعليمية، بينما فشل البعض الآخر في ذلك، وهو ما تحاول الأندية تعويضه الآن بعد عودتها تدريجيا للعمل من جديد. نتابع. ها هو الصيف، موعد الأطفال السنوي مع الأندية والمراكز الصيفية، حيث يتعلمون مهارات جديدة ويكونون صداقات جديدة وينطلقون نحو آفاق أعمق بعيداً عن أسوار المدرسة. فهل استطاع الأهالي في المنزل هذا العام تقديم ما اعتادت أن تقدمه هذه المراكز لأطفالهم؟ بالطبع لا، لأنه المراكز الصيفية بيكون فيها نوع من التخصص، بمعنى أنه بيكون الإمكانيات المتوفرة في النوادي الصيفية مختلفة تماماً عن الإمكانيات المتواجدة بالمنزل. تطبيق كل هذه الأنشطة من خلال المتخصص فيها بيكون مختلف عن البيت، وجلسة طبعاً الأطفال في البيت أكتر بتخليهم يروحوا لأنهم يشوفوا التلفزيون أكتر، الإلكترونيكس أكتر، غير النوادي الصيفية. النوادي الصيفية هدفها هو أن إحنا نبعد الطفل تماماً عن أنه هو يجلس أو يستخدم إلكترونيكس أو أنه هو يكون أكتر الوقت على الشاشات. جهزنا لهم طبعا خطة أنه إحنا نقدر نقدم فيها الأنشطة بأمان أكثر لهم بتباعد. اشتغلنا أكثر على أنه كيف كل نشاط هيتم تطبيقه بطريقة مختلفة عن أول. إذا كان مثلا الأدوات هتستخدم ما بين أكثر من طفل أول، دحين خلاص صار لكل طفل أدواته الخاصة. النشاط الرياضي كأنشطة حركية هتكون بشكل أكثر لأنه هم جلسوا في البيت كتير. عودة الأندية والمراكز الصيفية بالنسبة للكثير من الأطفال هي عودة جزء كبير من روح الإجازة الصيفية التي يفتقدونها والممزوجة بالكثير من الفائدة مع الكثير من الترفيه، شعور لا يجدونه سوى في هذه الأندية والمراكز المختلفة كثيرا عن المدرسة والمنزل. سهى الوعل، العربية، جدة.